بص انا ال اقول لكم مرحبا مره تانية. انا هنا في استوديو ام ساوند، وده الكنترول، مش كده بتسمى الكنترول؟ الاستوديو ده بيتمتع بالهدوء، انه كل حاجه منظمه فيها، عشان كده اخترت الاستوديو ده، وطبعا بالاشراف باشمهندس ياسر انور والكاست بتاعه، واللحن الاغنيه اسمها انا كنت في الجنه، الحن الموسيقار حسن ابو السعود، وكلمات الاستاذ بهاء الدين محمد، وتوزيع شاب جديد لسه بس جواه طاقات كتير عايز يفجرها من خلال اعمال الفنيه، اسمه مدحت خميس. بس انا سمعت ان صوتك، عارف، سمعت ان صوتك حلو. جميل. استاذ محمد امبيبي من اعز الشخصيات، ومدير اعمال الاستاذ حسن. انا بيني وبين الاستاذ حسن او عائله الاستاذ حسن مش مجرد شغل، وانما احنا اسره واحده في البيت. ده اللي عامل ايه، شفشه ولا ايه؟ شفشه. اه شفشه. سعد في اسعد شفشه. يعني ربنا يوفقك يا شفيق يا رب. ربي يخليك. النهارده ان شاء الله استاذ محمد برضه. ايوه. احنا في استوديو ام ساوند 2 بنسجل اول اغنيه في حياتي هنا في مصر. لا جوه مش يعني. اغنيه ايه يا شفيق؟ انا كنت في الجنه، كلمات الاستاذ بهاء الدين محمد. هو شاعر متميز، بس شخصيته لما بقابله نقيد الكلمات اللي بيكتبها، دمه زي العسل وظريف. ولحن مين؟ لحن طبعا الملك الاستاذ حسن ابو السعود، هو غني عن التعريف. وقدم توزيع عشان ما يزعلش بقى الموزع، بقى الشاب الصغير المكلف مدحت خميس، من اكتشافات الاستاذ حسن ابو السعود. والاستاذ حسن ابو السعود يعني مش جديد عليه انه يقدم اصوات جديده، قدم اصوات كتيره وبقوا نجوم على الساحه، فاتمنى اكون من ضمنهم ان شاء الله تبقى نجم مستقبلا يعني. وتحياتي ومحبتي لكل اللي بيشوفونا وبيشاهدونا. ربنا يوفقك. متشكرين. ايه يا شفيق؟ كلم ياسر. بس يا سوسة، بس يا سوسة. اللي هو ده متأخر ساعة ونص، لما تشاي مش هيجي خالص. لا حاجة، ده كل اللي أخروا البنتين اللي كانوا معاه امبارح، والبنتين اللي كانوا معاه. لا والله يا عندك بني تحفة. لا والله العظيم. إن شاء الله خير. أنا كنت في الجنة، إيه اللي طمع كرمال، أنا كنت في الجنة، ايه اللي طلعني؟ انا كنت في الجنة، ايه اللي طلعني؟ انا كنت في الجنة، ايه اللي طمعني؟ ما انا كنت متهني احلامي بتغني، ما انا كنت متهني احلامي بتغني، حبيبي يا ريت يسمعني، حبيبي يا من يرجعني. احسنت كويس. لو غنيت كده اعتمد. اعتمد كده مظبوط. ده شو نقدر اقول لك؟ احنا في لحظه في لحظه دي سمعنا كنت بتتكلم ماما ازاي؟ الثقه الخسرانه مره فاميليا. لازم اترجم. صندق الاستاذ حسن ابو السعود، الاستاذ فاروق، الاستاذ مدحت خميس، سجل الاغنيه خلاص انا كنت في الجنه، كلمات الاستاذ بهاء الدين محمد، ما اعرفش عشان خاطر بركان ساورت مازيغ تاي جون يفهم. انا ما عرفتش فاهم، بس هما بيضحكوا عشان ما فيش حد فاهمني اساسا. لا 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 انا فهمت. بس بواجه سلامي لكل العيله في المغرب، وما تقلقوش يعني. ما تقلقوش، 3 سنين ويجي ان شاء الله. لا 10 سنين يعني، عشان ما اتمصرت خالص يعني بصراحه. دي اول اغنيه في ال اول اغنيه، اول مره اول اغنيه في حياته، ومع حسن نعمل له واحد انت كده. هو من الاخر، هو انت من الاخر، هو مسكين الناس يدور عليا قاعد يجي 6 اشهر. ربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله عشان نجيلكم المغرب ناكل الحوت. السمك طبعا، الحوت
لا وتسوي السفة. احنا عندنا مطعم متخصص الاسماك يعني. تعالى اقعد هنا. ده بيعمل اعلان. بيعمل اعلان للسمك يعني. اشربوا مقشوش. ده اعلان المفروض غلط ده. حتى شيرين موعدها بايظة. لا شيرين عشان عندها. واحدة لا هي من البنات ولا من الرجالة. اوكي يا ياسر عندك؟ بيضحك كتير يا بابا ليك كتير. كتير لسه هنتصور كلنا يعني. تأسر احمد ابو سعود حبيبي شرفنا النهارده. غير لي اسمي على فكره. انا بقول اهلي اهو خلاص غير لي اسمي يعني ربنا يوفقك. شيرين خد التسليمة دي تاني. الأسامي هي والقلوب تغير
يا محمد. مين ال... اسمعوا مين المره اللي فاتت حجز اللي فات اللي كان بيقول فوق شيرين؟ انا فاكر شيرين. انا فاكر. طيب يبقى شيرين. بصي التراك دوت هتاخديه انت من تحت يلا انت واحمد، واحمد في التراك اللي بعده هيقول تحت وانت فوق. يلا ايه في عملنا التراك فيهم كان واحد بيقول فوق. مكانكم اهو، انا جنبكم اهو. شاور يلا شدي حيلك بقى. ربنا انت عارف. السلام. يا ام خش اتكلم. مش